مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الصحفية نقدمها لكم من قناة شوف تيفي. نستهل الجولة الصحفية من يومية أخبار اليوم التي عنونت الجولة الملكية تؤتي ثمارها. 250 مليون دولار وصلت من الكويت، حيث أنهت وزارة المالية الكويتية إجراءات تحويل مبلغ مليار دولار إلى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية موجه إلى 4 دول منها المغرب والأردن والبحرين وسلطنة عمان. وأوضحت صحيفة كويتية على أن الأمر يتعلق بتحويل مليار دولار يوزع بين الدول الأربع. وإلى الصباح، أخنوش سأعتزل السياسة هذا الصيف، حيث قال أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري إنه لن يترشح لانتخابات التشريعية المقبلة وسيتفرغ لمواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع التي أطلقتها الوزارة، خاصة إعداد الموسم الفلاحي المقبل الذي يتسم بظرفية خاصة بفعل تأثير قلة التساقطات التي ميزت الموسم الحالي. وننتقل للأحداث المغربية. إيداع خادمة فلبينية السجن، حيث أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط يوم السبت بإيداع خادمة فلبينية السجن المحلي بسلا بتهمة سرقة حلي مشغلها، كما أمر بوضع شخصين آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي بتهمة إخفاء المسروق بعدما تكونت القناعة لدى ممثلي النيابة العامة بوجود علاقات بين الأطراف المتابعة. ونختم من يومية المساء. المغرب ينوي اقتناء سفن حربية إيطالية مستعملة، حيث كشفت البحرية الإيطالية أن مسؤولين مغاربة من المنتظر أن يحلوا بإيطاليا بين 24 و27 من مايو الجاري لحضور عرض لبيع سفن حربية إيطالية بقاعدة لاسبيسيا البحرية. تنوي البحرية الإيطالية إخراج عدد منها السفن الحربية من الخدمة وبيعها وإدخال سفن جديدة في خدمة قوتها. مشاهدينا، جولتنا الصحفية انتهت. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.